FM. الكلمة ليك. هذا يخلينا نسأل زاد على طريقة الانتخاب الأعضاء في الهيئات العليا المستقلة. معناتها هل الطريقة هذه هي طريقة ناجعة؟ الطريقة هذه أسكو مش تخلينا تكون عندنا هيئات مستقلة فعلا معناتها مستقلة وإلا لا؟ هنا تساؤلات كبيرة. نعطيكم وشوف سامحني قاضي إداري معناتها والقاضي إداري نعرف أهميته في هيئة الانتخابات أكيد. هو كل عضو على التعول ونحكيه على الحسابات هو كل عضو عنده دور كبير برشا. معناتها للأسف معناتها اليوم نوصل العطلة البرلمانية إحنا المسار الانتخابي بدأ اليوم الناس قاعدة تسجل في رواحة وانا ندعي مرة اخرى كيما في كل منبر اعلامي الناس اللي مازالت ما قيدتش راهو مازال عندكم حتى كش العشرة اوت باش تسجلوا صحيح الناس الكل اليوم واحنا كنا في الشارع باش نحثوا العباد انها تسجل برح شباب كان في المرسى في قفصة الى اخره معناتها نحسوا اللي التونسي بدأ يسلم والتونسي ما عادش مهتم باش جولة كابا فان الكلمة ليك.